عطرة لكل متابعات ومتابعي حصتكم الاجتماعية أرشيديني، والتي من خلالها نسعى للإجابة عن استفساراتكم وانشغالاتكم وكل ما يعيق حياتكم الأسرية وعلاقاتكم الاجتماعية. نذهب الآن إلى أول متصل أو متصلة. صباح النور، مرحبا. الو، صباح الخير اختي. مرحبا بك. صباح الخير اختي، شكون معايا؟ معاك زهرة. مرحبا بك زهرة. يسلمك تعيشي. تفضلي زهرة، نحن هنا في الاستماع. يعطيك الصحة اختي، حبيت يسلمك. شكرا. نشوفك خصوصا النتيجة. شكرا. الصحة على المعلومات اللي كتجيبينا بهم. شكرا. عندي سؤال برك حبيت نسقسيك. تفضلي اختي، شكرا جزيلا. عندي خويا يعاني بزاف من الخوف، لدرجة انه عادي كنا ما نحب نعود نخرج لبرا. ما فهمت هذا الخوف من جهة، كان لاباس يعني الحمد لله لاباس عليه، حاسة الاجتماعية لاباس بها، المادية لاباس بها، الصحية لاباس بها، يعاني غير من هذا المشكل تاع الخوف. يقول لك نخاف نخرج وحدي، زعما هكايا يروح بعيد ولا، حتى رجعت له عائق في العمل تاعه. شحال عمره؟ عنده 35 سنة. هو متزوج او لا؟ ماشي متزوج. يعني يخاف حتى انه يخوض حياة جديدة وهي الزواج. ايه ما عنديش حتى بس واحد يفكر انه شغل، يقول لك باللي حياتي ثلاث عشر راني نخدم ما لازمش نخدم، كي نخدم ما عنديش مستقبل. يفكر في الموت كثيرا، يقول لكم ما عندي، وعلى هاني عايش وش، وعلى هاني نخدم. لا ماشي في الموت، المستقبل. يقول لك ما عنديش مستقبل، انا نخاف ما نقدر، بالخوف هذا عرق لي كلش، ما نقدر ندير والو. يقول لك ما عنديش مستقبل، كي نخدم عليه من نخدم، على واش نخدم. يعني راهو هو يتخوف من المجهول. قلتي انه ما يفكرش في الموت، ما يقولش راني رايح. لا ما يفكرش في الموت، لا الحمد لله مصلي لاباس. الحمد لله. هذه الفوبيا ما عرفتش منين جات كامل. اذا اختي الكريمه اسمعي الاجابه في الحصه، شكرا جزيلا على اتصالك. الاخت الفاضله تكلمت على مشكل يعاني منه اخوها اللي عنده سن 35 سنه، هو شاب، قالت هو يعني عنده استقرار اسري، راهو شاب يعني يعمل الى اخره، قالت من الناحيه الاجتماعيه هو مستقر، لكن يخاف من المجهول، يتخوف من انه راح كيفاش راح يكمل مستقبله، لماذا يعمل الى اخره. كل هذه الأسئلة مرتبطة بخوف مرضي، بعائق نفسي داخلي. هنالك فئة من الأشخاص من يعانون من الوسواس القهري، يعني يتخوف من أي شيء. يبدأ الوسواس القهري أنه دائما يكررون نفس التصرفات، يخاف يقصر مع الناس، يخاف يغلط، يخاف من أي خوض أي تجربة إلى آخره. يكبر هذا الوسواس القهري المرضي والخوف من المجهول، حتى انه الانسان يقول لك ما نخرجش من الدار، كاين اللي يلحق انه يتوقف عن العمل، تكون هنالك عزله عن الاخرين، يعني ينعزل على اسرته، يصبح قليل الكلام، ينعزل اجتماعيا. وهنا نقولوا انه هذا الفرد راهو يعيش في فتره صراع واضطراب نفسي حاد. أول شيء يبدأ هو لازم يخرج نفسه من هذا القوقعة، وكذلك مرافقة الأسرة. أختي الكريمة، هنا هذا خوك قلتي مشكل، ليس لا مشكل مادي أو لا مشكل عمل، المشكل أنا أقول لك هو داخلي. لازم أخوك يتكلم على ما هي المكبوتات والمشاكل أو أي صدمات تعرض لها، لأنه مستحيل أنه الإنسان بلا ما يكون عنده مشكل داخلي أو مشكل نفسي أو كبت أو صدمة تعرض لها، يعني يصبح بين عشية وضحاها يقول أنا وش وعلى هاني نخدم، وهنا أمر صعيب، وعلى راني عايش، وش راح ندير غدوة، مانيش رايح ننجح. كل هذا الوسواس القهري يخلي نظرته لنفسه دونية، لا يوجد تقدير ذات، لا يوجد احترام للذات، يتخوف من غوض أي تجربة، يتخوف يعني من أنه يكمل مسيرة الحياة وسيرورة الحياة اللي أكيد فيها مطبات وفيها صعاب، لأنه في الحياة كاين محطات، محطة فيها نجاح، بعدها فيها أنه الإنسان يفشل، بعدها يعاود ينجح، هذه هي الحياة ودواليك. إذا أنا نقول لك لازم خوك يخرج نفسه من هذا الكبت الحاد اللي راهو فيه، وهذا أول شيء عن طريق هنا أنه يعبر، يقوم بعملية تفريغ المكبوتات لشخص أقول يثق فيهم أفراد الأسرة،
كذلك حتى بالاستشارة النفسية وعن أخصائي نفساني كلينيكي، هنا راح تكون هنالك جلسات معه يقوم بتفريغ كل المكبوتات، وحتى إذا كانت هنالك صدمة يحاول أنه يتعداها مع الأخصائي النفساني كلينيكي. وإذا رفض أنتما في الدار تكلمي مع أخوك، الشخص اللي قريب ليه، الشخص اللي يثق فيه، يحكي له وعلاه هكا عزلوا ثقته في نفسه، لأنه لا هو لا يقدر ذاته، لا ينظر إلى نفسه نظرة إيجابية. لهذا يقول لك أنا موش راح يكون عندي مستقبل، يعني شوفي راه عنده صورة نمطية سلبية على ذاته، نظرته لذاته نظرة سلبية، هنا برمجة راهي كلها سلبية. الحل يبدأ في أنه هو قلنا الأخصائي النفساني كذلك يساعد نفسه عن طريق أنه يحكي للأسرة، عزلوا ثقته في نفسه، حطوه في مواقف دائما يكون يشوف أنه هو جد إيجابي، وإن شاء الله راح يتعدى هذه الأزمة وهذا الصراع الاضطراب النفسي اللي راه يعاني فيه. الآن ننتقل إلى المكالمة الثانية. ألو ألو، مرحبا. في ونحن ننتظر المكالمة المخرج حمزة، قلت نرجع للمتصلة الأولى، نقول أنه هنا هذا الإنسان اللي يتخوف من المستقبل أكيد أنه عنده محطة من محطات حياته فشل فيها أو تعرض فيها إلى صدمة أو إلى مشكل. عموما يكون هذه الفئة من الناس ناس لا تعبر عن مشاعرها، والإنسان بطبعه كائن اجتماعي يؤثر ويتأثر بالآخرين، لهذا يعني إن شاء الله راح يلقى كل سند. الآن راه يقول لي المخرج أنه وصلتنا المكالمة الثانية. ألو ألو، مرحبا. ألو، صباح الخير أختي. صباح الخير أختي، مرحبا بك. شكون معايا؟ أني أم تزدين. مرحبا بك أختي الكريمة، تفضلي، نحن في الاستماع. باش عايشة أختي الكريمة؟ عندي مشكل مع ولدي، طافي في القسم، طافي لا علاقة مع الأستاذة. عندي شغل مشكل، طافي في الدار شغل، كيشوف هكا الناس ياكل في صوابع، شغل هكا عنده ياكل في صوابع يديه. ايه، شحال عمره؟ في عمره 9 سنين. قولي لي انت كيفاش تتعاملي معاه؟ والله اختي نتعامل معاه في الدار عادي كيما خالته، هكا نحل عليه هكا الحاجه اللي يطلبها نعطيها له، وكيما يقراش اكيد تقولي الحاجه اللي يطلبها نعطيها له، معناها بالعاميه انت مدلاته مفشاته. نعم بالعاميه معناها انت راكي مفشه وليدك، راكي مدللته. نعم. ايه راكي مدلله هذا الطفل. نعم. الحاجه اللي يحبها تشريها له الى اخره. وقولي لاختي الكريمه، وكي ما يجيبش نتائج مليحه في المدرسه، وقلتي بلي هو ما يتبعش الاستاذه، كيفاش انت تتعاملي معاه؟ والله نعاقبه الاستاذه. وتعاقبيه تضربيه ولا واش ديري؟ نديرو من جهه خلاف محموم ديالي شتيها. وشغل كيما نقولوا لفظيا تبداي تلوميه وعلاه ما قريتش الى اخره. نعم. اذا قولوا عليه التعب تاعي اللي تعبته، ما قريت كتبتكم على الاخر ما درت لي حتى حاجه. تقولي له قريتك وتعبت من الاخر ما درت لي حتى حاجه. قلتي اختي الكريمه انه كي يجوا ناس ضياف للدار هو يقعد بعيد وياكل صفارتيه. نعم، اي شغل يتخلع منهم، يشغل يحكمي ياكل مني هكا ويقعد يشوف معاك. ما تعرضش الى صدمه تاع كاش واحد ضربه، كاش يعني صالوا اي حادث كي كان صغير قبل 9 سنين؟ ما حسيت له حتى تفكري؟ انا ادخل المستشفى، ادخل كي كان صغير في عمره بالك قولي واحد 3 شهور هكا 4 شهور. ايه هذاك الوقت كان صغير جدا. عام دخل المستشفى، عام دخل هكاك المستشفى. قعد عام في المستشفى؟ انا عم دخل المستشفى شغل مرض دلو هذاك كيما نقولها تعرفيها اختي كيما نقولها بالدرجه هذاك خو الاولاد. قول والله داكو، وكان صغير كان 3 شهور حتى العام. انا هذا شغل مرض، وكي مرض كونفيرس عيني طلعوا للسماء طلعوا. وانتيا قاعدين دائما تخافوا عليه بزاف انتي والزوج تاعك؟ نعم ايه. شكرا جزيلا اختي الكريمه، راح تسمعي الاجابه ان شاء الله عبر الحصه. الاخت الفاضله تكلمت اول شيء على نقص التركيز لابنها في القسم، وقالت انه يخاف كي يجوا ضياف للدار يقعد منعزل كيما نقولوا احنا قابض ركنا وياكل فطفارتيه. الخطا المرتكب في نمط التربيه اللي اعتمدتيه اختي الكريمه انه قلتي نشيلوا كل حاجه يحبها. احنا دائما نتكلموا على النمط المتوازن في التربيه،
يعني لا ندلل ولا نرعب ونرهب أبنائنا. دائما نقولكم أنه هذا الطفل عنده ميول، عنده اعتقاد، عنده رغبات، يريد أن يكتشف المحيط، عنده نظرة الذات ونظرة الآخرين، راح يكتسب هذه السلوكيات من خلال تعامله مع الآخر. أول تعامل يكون مع الأم، الأب، الإخوة، ثم إلى المحيط الآخر اللي يكون أوسع، أصحابه، أقرانهم، الجيران، ثم المدرسة. راه هو طفل متمدرس في سن 9 سنوات. أنت قلتي أنه نعم عندما كان صغير بزاف وهو رضيع مرض ودخل للمستشفى، بعدها دائما يقعد هذاك التخوف الحاد من طرف الأولياء. عندما يكون هذا الطفل حنا بالعاميه نقولوا من مرض، هذا الشيء يخلي بلا ما تفيقي انه هذاك الخوف يخليه شخصيته ضعيفه، ثقته في نفسه تروح بالوقت اختي الكريمه. لهذا الطفل كيشوف الناس جاوا للدار يقعد منعزل، ياكل طفارتيه، قلتي في القسم انت تحفظيه وكلش، ومن بعد يروح ما يقدرش يركز. هذا كله لانه ثقته في نفسه ذهبت. والادهى انك انت كذلك تروحي تقولي له تحسيه بالذنب، هو شخصيته تقديره الذات ضعيف، وانت تحسيه بالذنب اني قريتك وشرحت لك وتلوميه. لهذا نعاود نقول لك سيدتي الكريمه، هذا الطفل ربيه تربيه متوازنه، اذا اخطا هنالك عقوبه، اذا اصاب هنالك مكافاه. عزي ثقته في نفسه انت والوالد والاخوه وحتى المعلم، رجعوا له ثقته في نفسه اللي فقدها، لانه كذلك هو يشعر بالخوف من المجهول، لانه دائما اكيد تقولي يجي اي واحد يقعد ياكل طفارتيه، هذاك نوع من الهروب من ذلك الخوف، قاعد ياكل طفارتيه، هذا رد فعل على انه هذا الطفل يخاف من المحيطين ويخاف كذلك من المجهول. في نهايه هذا العدد ان شاء الله يا رب يتجدد موعدنا في عدد مقبل من حصتكم الاجتماعيه ارشديني. نشكر في الاخير كل من رسلنا، كل من اتصل بنا، كل التحفيزات التي نتلقاها. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل.